كله عاد هو محمد ما عنده دور الحين هذه لاب ولا لكتشر؟ لاب ولا لكتشر؟ لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا هلا. معك يا محمد يا زين؟ لا ادينا ورد غياب بعد اسمك. في احد فاضي يا عمر جنبك محمد. عمر بس ما ادري يجيبها. أظن كان معشان بس كده كمان كلها ما يوقع اسمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، نبدأ إن شاء الله النهاردة نتكلم على هو الأوبجكتيفز اللي عندنا. بقول عايز نتكلم على البراسيس اللي بتأثر على السي إن إس، والمرة راح أخد معاه الإيه الآي في الأوبجكتيف. فهم حوالي 2-3 براسيس زيادة بس عن بتوع السي إن إس. فنبدأ نتكلم إن شاء الله النهاردة دلوقتي. فبيقول لي الجنرال دايجنوزيس عشان تبدا تشخص اي باراسايت بافكت سي ان اس او الاي، في شويه تيست كده هتحاول انت تعملها. اولهم اللي هو ايه دايركت دايجنوز. انا خلاص بقى بقينا فاهمين قوي في الباراسيتولوجي لما يجي لنا دايركت دايجنوزيس يعني ايه، او اندايركت دايجنوزيس يعني ايه. دايركت دايجنوزيس يعني باراسيتولوجيكال دايجنوزيس، يعني اشوف الباراسايت بعيني سواء كان الباراسايت اور اني ستيج كونسيرنت تو ذا باراسايت، يعني الباراسايت او اي ستيج خاصه بالباراسايت دوت. فبالتالي بتطلب مني ان اخد عينه عشان اعرف اشوف فيها الباراسايت ده. انما ان دايركت دايجنوزيس يعني بطريقه غير مباشره، بطريقه غير مباشره اللي هو ايه، ان انا اشوف انتيجين او انتي بودي بيطلعوا الباراسايت في الجسم، وبعد كده بيسري في الدم ويروح اخد بعد كده عينه الدم وافصل منها عينه السيرم عشان ادور على الانتي بودي او الانتيجين ده. يبقى ده اسمه كده ايه ان دايركت دايجنوزيس. وفي كواشف معينه او تيستس معينه او اختبارات معينه او طرق معينه بقدر ادور بيها واقدر اعمل ديتكشن للانتي بودي او الانتيجين بتاع الباراسايت دوت، زي اليزا واندايركت فلوريسنت انتي بودي تيست واندايركت هيماجلوبين تيست، اللي هي الحاجات اللي اسمها الكواشف اللي بتكشف على الانتي بوديز دي، او الكومبلمنت فيكسيشن تيست. نيجي بعد كده نتكلم في حاجات تانية زي العينات، انواع العينات اللي ممكن تاخدها في السي ان اس هتكون ايه غير سي اس اف، يعني اللي هو سريبروسباينال فلويد. دي ممكن اخدها يا اما اعمل له دايركت اكزامينشن، اروح حاطط العينة اللي واخدها على شريحة واسبخها او مسبوخهاش وابدأ اشوفها تحت الميكروسكوب وادور على الباراسيتك ستيج فيها، او ان انا اعملها بكالتشر، يعني اخد عينة من CSF. طبعا انت لما تحط عينة CSF تاخدها ازاي؟ تاخدها بين الفقرة الرابعة والخامسة القطنية اللي هي اللمبر فيرتبري، وتضرب الابرة بتاعتك اللي عاملة زي ابرة التخدير كده اللي هي 10 سنتي دي، وتروح واخد منها 10 سنتي CSF. تعمل فيلم ما تلاقيش حاجة، تعمل فيلم تاني ما تلاقيش حاجة، فيلم تالت ما تلاقيش حاجة، فبضطر على الرغم ان الاعراض موجودة والاعراض متشابهة مع المرض، فبضطر تروح عامل حاجة اسمها كالتشر. بتجيب ميديا وتزرع عليها السي اس اف ده، ويبدأ بعد كده يظهر لك ايه كمية كبيرة جدا من البراستيك ستيج اللي انت ما كنتش تلاقي واحدة منها بقى فيه بالالاف. البلاد فيلم ديت برضو لما يكون البراسايت بيمشي فيه البلاد، ستول اكزامينشن، امنولوجيكال دايجنوزيس، بي سي ار، بايوبسي، راديولوجيكال دايجنوزيس، برضو كل دي فور كونفيرميشن اوف ذا دايجنوزيس. فاول حاجه عندي اول باراسايت بيأثر على السي ان اس اسمه توكسوبلازما جوندياي. هنا كان تقسيم البراسايتولوجي اما قسموها بشكل ديدان وبروتوزوا، والديدان في منها ديدان شرطية وديدان مفلطحة وديدان اسطوانية، والبروتوزوا اللي هي عارفينها طبعا انت ميبا زي الجيارد زي الفلاجيليتد زي الملاريا زي الحاجات دي كلها، او ان هو يجيب لي على حسب المرض. هنا بدأ على حسب المرض، يعني ايه توكسوبلازما جوندياي ده بيأثر على السي ان اس وبيعمل مالتي سيستم ديزيز افكشن، وبيبقى عشان اقدر اشخص الطفيل بتاع توكسوبلازما كتعريف بسيط له طبعا اللي هو عبارة عن ايه، دي مشكلة ان اللاب لما يتطبق على مفيش، فين المحاضره بتاعت السي ان اس باراسايت مفيش، فبتحاول تقول كلمتين نظري عشان تعرف لما اقول لك اه، يعني لو كان معانا لاب وكانوا واخدين زي الجي اي تي كده
كان عندنا لاب، كان عندنا محاضره وراها جي اي تي لاب بس الصوره اهي وكذا كذا على طول. ليه؟ لان خلاص شرحنا الدياجنوز وشرحنا كل حاجه عن الباراسايت في المحاضره، لكن هنا بنحاول نقول كلمتين نظر كده عشان نقدر نفهم هوصل للتشخيص ازاي. فده عباره عن توكسوبلازما جونديي دوت بروتوزون، بروتوزون حجمه من 2 ل 6 مايكرون كريسن شيب وفي سنترال نيوكليس. وبيبقى البروتوزون دوت موجود فين؟ الانفكشن بتاعته بتحصل من خلال تلوث اكل الانسان بستول اوف ذا كاتس، حتى بيسموه داء القطط، وداء القطط ده اللي بسبب الاجهاض المتكرر عند السيدات. واي ست عندها بتحمل وتجهض بتحمل وتجهض، اول اختبار بيطلبه الدكتور منها توكسوبلازما تيست، توكسوبلازما انتي بودي، خلاص كده. بيقول لها لو عندك قطه او كلب في البيت او اي حاجه لازم تبعده عنه تماما، لان دوت بسبب اجهاض متكرر كل ما تحملي ان عندك توكسوبلازما انفكشن. ازاي يوصل ان هو عندها توكسوبلازما انفكشن؟ خبط لازم كده يقول لها اعملي انتي بودي. لا، لازم يكون عنده باك جراوند ان بيبقى في عندي دايركت لابوراتوري اكزامينشن وان دايركت اكزامينشن، دايركت تيستس وان دايركت. قلنا دايركت يعني اشوف بعينه، يعني اشوف باراسايت بعينه، اسمه باراسايتولوجيكال دايجنوزس او دايركت دايجنوزس. فاول حاجه باخد البيوبسي، البيوبسي هنا ممكن تكون انلارجد ليمف نود او سي اس اف سبيسيمن او بلاد او بون مارو، كل دي اماكن بتتصاب بالتوكسوبلازما. وبعد كده بدور فيها على التروفوزويد بتاع التوكسوبلازما، التروفوزويد بتاع التوكسوبلازما. التوكسوبلازما ليها كذا مراحل، اشهرهم اللي بيظهر هو التروفوزويد، بس في حاجات ثانيه سيست او سودو سيست ممكن يكون موجود برده، وده بيبقى ستيند باي جيمس ستين، او بيعمل حاجه اسمها انيمال انيكليشن. ده شغل المعامل والابحاث بقى، انه يجيب توكسوبلازما من يعني العينه بتاعه المريض ده اللي متوقع يكون فيها توكسوبلازما ويحقنها انترا بيريتونيال في فار. شغل تجارب، يجيب الفار هنا انترا بيريتونيال. لو الفار كمل وعدى ومفيش اي حاجه وزي الفل كل يوم تلاقيه كويس خلاص. لو الفار بدا يحصل فيه عليه اعراض مرض ويموت كمان، راح جايب مشرحه وابدا ابص بعد كده، اه ده السيرم او عينه الدم اللي خدتها من المريض ده كان فيها توكسوبلازما واصابت الفار، وحتى بصيت لي التوكسوبلازما هي ببص تحت الميكروسكوب في الدم بتاع الفار او الاورجنز بتاعت الفار اللي اتصابت الاقي فيها توكسوبلازما، يبقى ده اسمه انيمال انيكليشن. ليه؟ مستني عشان تبدا السيمبتومز على الفار. لا لا، في حدود زي الكالشر بالظبط كده، من 3 ل 6 ايام بالكثير قوي. بعد كده بالنسبه لل اهو حاطط لك فيو دايز، وفيو تساوي من 3 ل 9 خلاص كده. بعد كده بالنسبه للتيشو كالتشر بقى، زي ما قلنا طبعا بتزرعها على فايبرو بلاست، معروف ان لما يكون في بكتيريا تزرعها على اجار وتحط له شويه نيوتريشن كده، او نيوترينت اجار او ماده تساعده على النيوتريشن. لكن لما يكون محتاج حاجه تطلع وتنمو بشكل سريع، يبقى لازم تديها كمان خلايا تنمو بشكل سريع زي الفايبرو بلاست، بتحط عليها بوفاين سيرم فور نيوتريشن، يبدا يظهر الباراسايت سواء كان في صوره التروفوزويد او سوسيست بعد 10 ايام. ده كده المزرعه او الكالتشر على فايبر بلاست. ادي شكل السيست والسوسيست، هم دول شكلهم موجودين في السيست دي مليانه بالتروفوزويدز. خلاص كده، هي الحجم بتاعها راوندد وحجمها من 10 20 ل 200 مايكرون، وبيبقى مليانه بالايه تروفوزويدز. خدت التروفوزويدز ديت كده، فتح مثلا الكيس ده وخدتها، بدا تظهر بصوره كريسن شين، تمام بالمنظر ده. اي صوره زي دي او صوره زي دي او صوره زي دي تنزل لك في الامتحان. ده عباره عن ايه؟ اه ده اسمه توكسوبلازما تروفوزويد، شكله كريسن شيب زي الهلال او بنانا شيب عشان نختلف، تمام كده. اللي موجود في النص الغامقه دي سنترال نيوكليس اهي واهي. ليه شكله ازرق مسبوق بصبغه اسمها ميسيلين بلو؟ الصبغات عندنا في كل الباراسيتولوجي يا جيمس يا ليشمانستين، يا جيمس استين يا ليشمانستين، انما الحاجه الجديده علينا في التوكسوبلازما ميسيلين بلو. ده كده بالنسبه لسؤال لو جالنا في العمل عن توكسوبلازما جونديي. الوحيد الغرين كلها دكتور عشان اخوف ما يظهرين كلها مالك واحد تجي واحده، اه اللي هو اللي في العرض. تخيل ده انا كمان حولت ده لبي دي اف، وزمان البي دي اف ظهر بالمنظر ده. ايه كده يعني هذا شعر معناته، بس ماشي مشكله يعني الصوره تحت اختفت مثلا، بس لا الكلام مبط عليه خلاص. اول ما اخلص المحاضره هروح طالع على البلاك بورد ثاني نحط دي في صفحه لوحدها. المشكله بس ان احنا نشيلها وخلاص في صفحات، بقول لك يا 25 سلايد 30 سلايد، فبنروح مزننهم في بعض. ايوه كده 13 سلايد، زي ما حصل المره اللي فاتت في المحاضره. محمد بص ايه ده يا دكتور، ده المحاضره على البلاك بورد 25 وانت بتدلنا 13 او العكس حاجه كده، اه على البلاك بورد ده في حاجات ناقصه. قلت له لا هي بس يعني شويه دمج كده، فدي نحطها في سلايد واحده.
ده كده بالنسبه لتوكسوبلازما جونديي وطرق الدايركت دايجنوز. دايركت يعني ايه؟ باراسيتولوجيكال. يعني باراسيتولوجيكال اشوف بعيني. اندايركت بقى اشوف اثر الباراسايت، لكن الباراسايت نفسه اشوفه لا، بشوف الباراسايت نفسه اشوف اثره. اثره في صوره ايه؟ يا انتيجين يا انتي بودي. انتيجين يعني الباراسايت طول ما هو ماشي في الدم كده عمال يوقع من جسمه حتت، الحتت دي اسمها انتيجين، يعني ايه غريب عن الجسم. او ان الايميون سيستم بدا يعمل رياكشن ضده ويكون انتي بودز. امال هيعمل رياكشن ضده ايه؟ هي الجنود اللي هيبعتها له عشان يكسروا الانتي بودز دي، وهي ماشيه بقى على القطها وعملها ديتكشن، وده يبقى اسمه اندايركت دايجنوز. بيقول لي هنا الدايجنوزس ريرلي ديبند اون ذا اورجانيزم، يعني اللي فات ده كله ريل ان انا الاقيه، رير انك تلاقيه. راح قال لي هنا حوار ليه يعني؟ اشمعنى رير يعني؟ ما تعرفش تعمل شريحه وتجيب عينه وتبص على التوكسوبلازما؟ مش موجوده يا سيدي اعمل كالتشر. وانت قلت كالتشر على الفايبروبلاست؟ لا يا حبيبي. قال لك التعامل مع التوكسوبلازما خطر جدا بالنسبه للي بيشتغل فيه، سواء كان فني معمل او دكتور تحاليل او كده، ممكن يحصل له عدوى بمنتهى البساطه. طرق العدوى اما عن طريق الفم او عن طريق الدم او عن طريق اي حاجه، يعني بكل الطرق تقدر التوكسوبلازما تعديه. فبالتالي قال لك ابعد عن درجه الدايجنوز. ليه؟ خوفا عليك انت نفسك. ده مرض بيأثر على السي ان اس، بيأثر على البرين، وبيأثر على الست، بيخليها تجهد كل شويه. لو هي كمان حامل وده الاجهاض ده من رحمه ربنا، ده لو لم يجهد الطفل ده يتولد مشوه خلقيا وعنده تخلف عقلي وعنده دماغه قد كده وعنده مشاكل في الليفر والسبلين وعنده مشاكل في الليمف نودز، حاجات كتير جدا. فمن رحمه ربنا انه بايه؟ انه بيحصل له اجهاض. وكذلك الرجاله ممكن يحصل لهم مشاكل في ايه؟ يعني بعد ما خلص تحليل يتقلب يبقى اهبل على طول، يحصل له سي ان اس انفكشن وانكفلايتس ومنتر تراديشن وحاجات كده. فبالتالي قال لك خلاص نعتمد على، عشان كده اول كلمه قلت لك الدكتور بعد كده بيقول لها يا ست انت بتجهد على طول، اول حاجه طلبها منك توكسوبلازما انتي بودز، اعملي اختبار اليزا فور توكسوبلازما انتي بودز. فبدا يتكلم بقى في ايه هي انواع الاختبارات اللي هتديتكت الانتي بودز. اول حاجه توكسوبلازما انتراديرمال تيست، بس ده وقت مش معمول عشان يشخص حاله مثلا جاني في العياده، ده بالنسبه لواحد بينزل بحث ولقوا في مكان كده كبير قال لك سكاكه كلها يا جماعه بيحصل فيها السيدات اكثر كده بتجهد الاطفال، ايه الظاهره الغريبه دي؟ عشان يكون في توكسوبلازما عند الناس كلها، فيروح عاملين اختبار سريع كده للناس كلها، اختبار تحت الجلد توكسوبلازما انتيجين، يحقنه تحت الجلد ويشوف لو ظهرت علامه بعد ساعتين ولا اربع ساعات خلاص يحصل ايه؟ 10 ملل اوف ذا انتيجين اوف ذا فور ارم. لو حصل فيه بعد 48 ساعه لو حصل فيه احمرار الحته ديت مثلا كده اهوت، يبقى ده عنده انتي بودز توكسوبلازما. قديمه بقى ولا جديده؟ نبدا نعرف دلوقتي كان عنده ريسنت انفكشن ولا اولد انفكشن من خلال السيرولوجيكال تيست. في منها نوعين، انتيجين ديتكشن بالاليزا او بالجلوتين تيست، بيدور على الانتيجين، وده معناه ان المريض دلوقتي عنده ديزيز، دلوقتي عنده المرض. انتيجين معناه اكيوت انفكشن، لازم يتعالج دلوقتي، تمام كده اهوت. وبعد كده واحيانا كمان ابدا اعمل بعد كده الانتيجين ده بعد ما ياخد العلاج، عشان ادور على البروجنوزس. باد بروجنوزس ولا جود بروجنوزس؟ باد بروجنوزس انكريز ديزيز ستيت، باد بروجنوزس انكريز ديزيز ستيت، يعني المرض بيزيد، يبقى كده الانتيجين هنلاقيه ايه؟ زايد. لكن جود بروجنوزس يعني ديكريز ديزيز ستيت، المرض بيتحسن فديكريز ديزيز ستيت، فالانتيجين هنلاقيه ايه؟ ديكريز. يبقى في بينهم علاقه طرديه وليست عكسيه. لكن لما اقول ايه؟ طب ما يا دكتور انكريزد انتيجين وديكريزد انتيجين، انكريزد تعادل جود بروجنوز وديكريزد تعادل باد بروجنوز. ما هو البروجنوز دوت جود وباد مش معناها بيزيد ولا بيقل، ايوه حاجه زي ده تعبر عن زياده او اللي بيزيد والقل هي الديزيز ستيت. انما باد بروجنوز وجود بروجنوز ديت ده وصف كده يعني كمي وليس كيفي وليس كمي، ما علينا. يعني ده كده بالنسبه للانتيجين دوت، لو زاد يبقى المريض دوت باد بروجنوزس، فلازم ان هو يبقى ياخد علاج تاني. نيجي بعد كده نتكلم على الانتي بودي، ودي حاجه ثابته في كل الانتيجين والانتي بوديز تتر، يعني ما يلاقيش ان المريض بيتحسن والانتيجين عنده بيزيد او الانتي بوديز بتزيد. طب ما هو ازاي ده بيتحسن؟ المفروض الحاجات دي كلها بتبقى ايه؟ تقل. الانتي بودي ديتكشن دوت من خلال اول تيست اسمه سابان فيلدمان داي تيست. سابان فيلدمان ده الراجل اللي اخترع التيست داي ديت صبغه بستخدمها في التيست. ايه عباره عن ايه؟ بجيب الانتي بوديز او اللي هو المفروض السيرم بتاع البيشنت اللي متوقع يكون فيه انتي بوديز، متوقع قد يكون فيه او قد لا يكون، بجيب السيرم بتاع البيشنت واحطه على الداي، هي الداي هنا ميثيلين بلو، واحطه معاه تروفوزويت اوف توكسوبلازما انا محضرها سواء كان في المعمل او من فار او باي شكل حاططها. يبقى عندي تروفوزويت
هاتش مع علم علم صبوره ما علينا موجود يمكن ورا ال ورا ال يعني بحاول بس نوضح ان ال بجيب التروفوزويت واحط عليها الداي المفروض التروفوزويت يبقى شكلها ايه بالمنظر ده ازرق اهو او بالمنظر ده خلاص كده التروفوزويت زي الداي تتسبق لا احط عليها كمان حاجه ثالثه السيرم السيرم دوت لو فيه انتي بوديز هيمنع التروفوزويت انها تتسبق بالصبغه الزرقاء ديت فبالتالي لما التروفوزويت ما تتسبغش يبقى المريض ده بوزيتيف يعني عنده انتيباز لان انتيباز منعت السبب لكن لو عملت التست ده جبت السيرم وجبت التروفوزويت وحطيت عليهم الداي واتسبغت يبقى الحمد لله ما فيش حاجه منعت الصبغه فبالتالي المريض ده فري ما عندوش انتيباز ده معنى كلمه ايه سبان في الديمان داي تيست نيجي نتكلم بعد كده على ديتكشن اوف سبيسيفيك انتي توكسوبلازما اي جي ام واي جي جي هو ده التست اللي كل الناس بتعتمد عليه وبتعمله اي جي ام عبر عن ريسنت انفيكشن اي جي عبر عن اولد انفيكشن فور ديتكشن اوف انتيبادز باي اليزا تيست ده اشهر واهم تيست موجود وما ينفعش اسالك عن توكسوبلازما وما اسالكش عن التيست ده ديتكشن اوف سبيسيفيك انتيبادز خلاص كده بالاليزا او بالاهات اندايركت هيم اجلوتينيشن تيست او اندايركت فلوريسنت انتيبادي تيست كلها اسامي لطريقه الكشف عن الانتيبادز بس الاساس فيها ايه انك بتكشف عن الانتيباد توكسوبلازما اي جي جي افيديتي تيست قوه التصاق الانتيباد اللي اسمه اي جي بالانتيجين بتاع توكسوبلازما خلاص كده انا حاطط من عندي الانتيجين وحاطه في العينه بتاعه المريض العينه بتاعه المريض ده مش عنده اي جي وبس ده عنده اي جي وقوه الالتصاق بتاعتها بالانتيجين قويه جدا وبيختبروها بالافيديتي تيست ده فبالتالي لما يكون الالتصاق بينهم قوي جدا ده يعبر عن كرونيك انفيكشن او اولد انفيكشن لما يكون الالتصاق بينهم ضعيف يعبر عن اكيوت انفيكشن على الرغم من وجود اي جي اهو بس يعبر عن acute infection او recent infection ايوه ما هو الاي جي بيطلع في recent stages of the disease بيطلع مع الاي جي ام الاثنين يطلعوا مع بعض بعد كده يختفي الاي جي ام ويفضل الاي جي جي فده يعبر عن ايه الاي جي تيست old او recent infection يعبر عن old او recent infection لو الاي جي تيست عالي قوه الالتصاق بين يبقى كرونيك او اولد انفيكشن خلاص كده لو الافيدي تيست ده قوه الالتصاق قليله يبقى يعبر عن ريسنت انفيكشن ده خلاص خلصنا من التوكسوبلازما نخش على حاجه اسمها فري ليفنج اميبا احنا خدنا عن الاميبا او الانتاميبا هي نوع واحد اسمه انتاميبا هيستولوتيك ايوه قد يصيب البرين ويسبب برين ابسس وبيعمل لونج ابسس وليفر ابسس وخدنا حتى كان في كيس قبل كده في الجوده دي اسمها اميبيك ليفر ابسس كل الكلام ده موجود ده برده بيعمل برين ليفر ابسس قصدي برين ابسس بالانتاميبا ده الانتاميبا هيستولوتيك في نوعين جداد اخوات الانتاميبا بيسموهم فري ليفنج اميبا فري ليفنج يعني قد لا تتطلب انسان تتطفل عليه يعني ممكن تعيش لوحدها في البيئه كويس البيئه بتاعتها مش في ايه الميه مش كويسه خالص ده حاجه صعبه البيئه بتاعتها اللي هي الميه خلاص كده دي بتعيش في الميه في منها نوعين نيجلاريا فولري نيجلاريا فولري والتاني اسمه اكانساميبا يبقى النيجلاريا والاكانسا ميبا النيجلاريا اللي هي بتبقى بقدر اذا شكلها طبعا بقدر اعملها ديتكشن هي بتصيب البرين وتظهر في السي اس اف وبتبدا تعملها عند اكزامينشن دايركت دياجنوزز من خلال سي اس اف اكزامينشن ديتكت ذا تروفوزويت تروفوزويت شكله هو زيه زي بتاع الانتاميبا بالظبط كده الريجولار شيب له سودوبوديا السد بتاعه حوالي 22 ل 30 مايكرون له سنترال نيوكليوس وله سيتوبلازم بس انت هنا رسم سودوبوديا هنا رسم له تو فلاجيلا ده احنا عارفين ان الاميبات كلها ليها سودوبوديا والجيارديا والليشمانيا والتريبانوسوما بيبقى ليها اللي هو الفلاجيلوم ده هو انهي واحد فيهم بيقول لك يا سيدي ده لما يكون جوه التيشوز زي كده يبقى له سودوبوديا مالوش فلاجيلا يخرج بره عشان يتحرك او في الووتر عشان يعرف يتحرك اسرع في الفلويد او في الووتر او سي اس اف يظهر له الفلاجيلا فعشان كده كان في تيست سهل جدا وبسيط لو خد عينه والعينه دي فيها تروفوزويت وحط عليها نقطتين ميه يبدا يطلع له فلاجيلا يعني بالفلويد فلاجيلا وبالتيشو بالظبط كده في الووتر فلاجيلا وفي التيشو بيبقى في صوره سودوبودي انما السيست واحده حجمها 15 مايكرون وحواليها سيك سيست وول طبقه خارجيه غير طبقه البروتوزون نفسه النجلار دي برضو دي تبع البروتوزوم زي الانتاميبا والكالتشر دي بتعمل على نون نيوترنت اجار
في سيدي دويز اشيريشيا كولاي خدناها برده معنا انت قلت قبل كده اللي كان اجار بحط معاه اشيريشيا كولاي عشان يساعد على نمو وتكاثر البروتوزون اللي اسمه نيجلاريا فول. في حاجه اسمها برده انترا انيمال انوكوليشن او انيمال انوكوليشن انترانيزال انوكوليشن اوف سيف. ليه انترانيزال؟ اصلا الانفكشن بتحصل الانسان عن طريق حمامات السباحه الملوثه بهذا البروتوزون. الميه تخش في مناخيره يبدا الميه كانت ملوثه مثلا بالنجلاريا يخش النجلاريا انترانيزال ويروح على البرين. كذلك الفار ده بنحقنه انترانيزال بالباراسايت ونبدا بعد كده نعمل له انيمال انوكوليشن عشان يبدا يظهر النجلاريا سيست او تروفوزوي. البي سي ار طبعا دوت بيديكت الانتيجين معروف البي سي ار احدث صيحه يعني تقدر تديكت اي انتيجين او باراسايت او ميكروب او اي حاجه من خلال كميه اي دي ان ايه صغير. ودي ان ايه ده طبعا ده هو واحد تكوين الخليه الواحده في النواه فده يديكت اي ايه اي ميكروب. صوره زي كده تنزل بالمنظر دوت او دوت ده بيعبر بس طبعا صعبه لان قريب جدا من الانتاميبا استرويدكا ولو ان الانتاميبا مفيش حواليها تيشوز دي كلها تيشوز وخلايا تمام وفيها تروفوزوي فده نجلاريا فولوري موجود في السي اس اف. خلاص لو نزلت صوره زي كده ممكن يقول لك مثلا اعراض المريض ده ايه او يقول او حتى يقول اسم نجلاريا فولوري ويجيب لك اسئله على النجلاريا ازاي تعرف توصل تشخيص ايه الوتر تيست ايه الحاجات دي كلها. الاكانس اميبا نفس الكلام برضو بتسبب حاجه اسمها جرانيوميتاس اميبك انكيفالايتس جرانيوميتاس او جرانيولوميتاس اميبيك انكيفالايتس. انا كان سامي بس اس اف بتاعتها بتبقى موجوده اولا فيري ريل يبقى ده ديفرنس مهم جدا ان هنا عينه اس اف هلاقي فيها نجلاريا لكن ما الاقيش فيها كان سامي. طب اديتكت كان سامي ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها كورنيال سكرابنج او بالانتي بودز والانتيجنز بالسيرولوجيكال تيست. الكورنيال سكرابنج ده وجدوا ان الكان سامي بتاثر على البرين والاي مع بعض على الاي بتظهر في الكورنيا وتعمل كورنيال اوباستيز وتعمل مشاكل كتيره جدا ممكن تؤدي الى بلايندنس. فلو خد كورنيال سكرابنج الناس بتوع الرمد بحاجه بسيطه خالص يقدر ياخد حاجه بسيطه جدا عينه بسيطه من خلايا الكورنيا ويلاقي فيها وخصوصا من جرانيوليتس ليجنز ويلاقي فيها التروفوزويد او سيست بالمنظر ده. التروفوزويد برضه حجمه حوالي يوصل ل 30 مايكرون التروفوزويد لكن ده 15 يوصل ل 30 مايكرون بيبقى له بروجيكشن سيفرال بروجكشنز تمام كده. ده الاكانسميبا في برضو 1 نيوكليس النيوكليس بتاعته بيبقى ليها لارج نيوكليولس يعني الكبيره دي نيوكليس اللي جوه دي اللي هي النويه او النيوكليولس او الكاريوسوم تمام كده. وده المنظر بتاعها لو دينا الصوره في العملي ديت سيست اهي بيبقى ليها كاركترستيك سيست وول بسموه رينكلد سيست وول يعني رينكلد يعني في تعرجات مش جاي مستوي راوند كده لا في تعرجات. هي صوره جميله واضحه بقى يعني ادي تيشوز خلاص مش ورايا يعني بقول جميله واضحه خلاص حط كده جنبها الدكتور قال جميله واضحه وربنا سهلها بعد كده في الامتحان خلاص كده. ده كده بالنسبه ليه ليه ليها طبعا السيست فعلا قريبه جدا من السيست بتاعت اللي كان سميبه ورينكل دهيت والوول بتاعها عشان هو ليبيد وول عشان كده مش واخد الصبغه لكن الباقي السيل كلها بالسيتوبلازم بين النيوكلاس واخد الصبغه بتاعت التيشو نفسها تمام. وديت من غير صبغه هي رينكل ده برده سيستول. اهم حاجه هي كلمه رينكل سيستول دي ده بالنسبه اهي رينكل اوتر لير ده بالنسبه. والفرق الثاني بينها وبين اللولا مبها فلاجيلا تمام دي ما ظهرش فيها لا كمان الثانيه كان ليها سودوبوديا او فلاجيلا لكن دي ليها سيفرال بروجيكشنز تمام كده. وكمان السيست الثانيه كانت منتظمه نعم اهي سيست وول منتظم ان ده هو نفس الحجم 15 15 لكن ده رينكل سيست وول والرينكل سيست وول دوت ظهر او ظهرت في ايه ظهرت في التيشوز وده البلاد فيسل اللي جوه البلاد ده وحواليه التيشوز فيها اكانسلي ام ار اي سي دي يقدر يغيروا التشينج ده التروفوزويد بتاعها اهوت وادي البروجكشنز بتاعته البروجكشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي في الشكل الحقيقي بتبان بالمنظر ده دكتور صبغه وش هي؟ صبغه دي دي جيمسه دي جيمسه اللي فاتت دي هيماتكسولين اند يو سي عشان البلاد والبلاد بس تبان بالمنظر ده هيماتكسولين اند يو سي. لازم تسال انا قلتها خلاص كده التزمت بيه مش مكتوب اصلا خلاص ما راح اسال ايه. نيجي بقى نتكلم على الدايجنوز افريكان تريبانوسوميز
افريكان تريبا نسوميز. انا فاكر انا شرحت دي قبل كده بس في البلد، بس انتوا هتشوفوا البلد السنه دي. السنه تانية. تمام. بالهيم هيم اند مين. الافريكان تريبا نسوميز ده من ضمن الامراض اللي تصيب البلد وفي نفس الوقت تطلع على سي ان اس وتسبب سليبنج سيكنس، مرض النوم. مرض النوم الافريقي ده عباره عن لدغه من ذبابه اسمها ذبابه الجلوسينا، جلوسين او تيسي تيسي. تمام كده اهوت. تروح جاي قرصه الانسان يبدا يخش في مراحل معينه، اولها بيبدا يظهر حاجه جلديه كده مكان القرصه وتكبر وتبقى كبيره كده واسمها شنكر، خلاص بيحصل فيها التهابات، ثم يخش الطفيل بعد كده على الدم يعمل حاجه اسمها هيمولينفاتيك ستيج. هيمولينفاتيك ستيج يبدا يظهر هيباتوسبلينوميجالي، ليمفادينوباسي، يبدا يظهر مشاكل في البون مارو، انيميا، كل الحاجات ديت. والمرحله الاخيره بقى اللي هي منينجو انكيفاليتيك ستيج، ودي اخطرهم على الاطلاق. ليه؟ لان مرحله الوان واي تيكت اللي هي تذكره الذهاب بلا عوده، هيخش أيوة. منينجو انكيفاليتيك ستيج يخش في سليبنج لغايه ما يموت، لغايه ما يموت اللي بتعمل له منينجو انكيفاليتيس. تشخص انت ايه بقى مع واحد هيموت خلاص؟ يعني ده دلوقتي سي ان اس انفكشن بيه الباراسايت اللي اسمه تريبانوسوما بروسياي، خلاص؟ في منه نوعين، جامبيانز او روديسيانز، بس هو اسمه تريبانوسوما بروسياي. او بيعمل افريكان تريبانوسوما ده. التريبانوسوما دوت بيبقى السبيسمنت بتاخدها يا اما بلاد او سي اس اف او ليمف نود اسبيريشن او حتى من البون مارو عشان تشوف التريبوماستوجوز. الشكلين دول نسجوت في الشريحه اللي جايه. طيب الحاجه الثانيه غير ده اسمه دايركت فيلم. الكالتشر بعمل كالتشر على ايه؟ على ان 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 ميديوم تريبل ان. ثلاثه العلماء اللي اخترعوا مكنيل ونيبوي وواحد اسمه برافو عليك نيكولي ونيفوي ومكنيل وناصر. خليها كوادريبل ان. التريبل ان ده اللي ما فيهوش ناصر خالص، ده ميديوم اخترعه علشان يقدر يكتر بيه كميه تريبوماستوس، لكنه نوت براكتيكالي يوزد في الافريكان تريبانوسوميز. نوت براكتيكالي يوزد، بياخد وقت طويل، وانت الراجل بتاعك هيخش في السليب ستيج وهيموت، عايز تلحق ايه؟ لما اقدر استخدمه امتى؟ في اللاب في اللي هو شغل الريسيرش. واحد بحث بتاعه عن افريكان تريبانوسوما بيتعامل مع فران، تموت تموت مش مشكله، بيتعامل مع ارانب براحته، فده في اللاب يستخدمه عشان تعرف يعني ايه كلمه نوت براكتيكال فور لاب دايجنوز. ان انت في الصراع مع الزمن، هو دلوقتي في الشنكر ستيج، لا في الهيمولينفاتيك ستيج، لا في المنينجو انكيفاليتيك ستيج، لا معلش طالما دخل الستيج الثالثه دي مش هيخرج منها تاني. تشخص ايه بقى لما تقول لي ان هو عنده افريكان تريبانوسوما فرعيتي؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. هيتعالج بعد ما دخل في السليبنج ستيج؟ فانت عايز حاجه سريعه. ده كده بالنسبه للكالتشر اللي بتاخد وقت طويل. سي سي اف اكزامينشن ده فور ديتكشن فور دايركت ديتكشن. يعني سي النهارده خدتها منه افحصها واصبغها وابص على التريبوماستوجوت اللي هو بالمنظر ده. لقيت المنظر ده اجري بسرعه ادي العلاج. ده لسه واخدها منه حالا. تمام كده؟ ده شكل التريبوماستوجوت ورم لايك عامل زي الدوده كده، خلاص؟ بيبقى حجمه من 20 ل 30 مايكرون، له سنترال نيوكليوس، له فري فلاجيلم. بادئ منين؟ بادئ من عند حاجه اسمها كاينيتو بلاست، الجزء ده كده النقطه دي كاينيتو بلاست اهي، بيخرج منها الفري فلاجيلم ويعمل انديوليتنج ميمبرين، بعد كده ايمرج اس فري فلاجيلم فروم ذا بوستيرور اند، فروم ذا انتيرور اند، لان دي البوستيرور. بغض النظر من الانتيرور من البوستيرور، ناحيه وناحيه، ناحيه يخرج منها الفلاجيلم من الكاينيتو بلاست عشان يعمل انديوليتنج ميمبرين زين ايمرج اس فري فلاجيلم. ده كده شكل الايه؟ الكاينيتو التريبوماستوجوت او التريبانوسوما بروسياي تريبوماستوجوت. ده التريبوماستوجوت. الكلمتين هنا اهوت عينه سي اس اف دي بيبقى فيها التوتال سيل كاونت بتاع الوايت بلاد سيلز، توتال سيل كاونت هو مش مسموح اصلا سي اس اف يبقى فيه خلايا، فالتوتال سيل كاونت اللي هو بلاد سيلز اكثر من خمسه، الطبيعي خمسه فما قال. اللي بيبقى فيه الفيتد بروتين اكثر من 40 ملي جرام بير دي ال، بيبقى فيه هاي اي جي ام تتر. كل كده اند بريزنس اوف موريولا سيلز. موريولا سيلز عباره عن ايه؟ الاميون سيستم بيهاجم الباراسايت ده ويبدا يبعت له الاذرع بتاعته، الماكروفاجز بقى والليمفوسايتس وكل الحاجات دي كلها من ضمنهم بلازما سيل. بلازما سيل تتحور وتغير شكلها بعد ما تاكل شويه في الباراسايت وتحول الى موريولا سيل، عباره عن ديجنريتد بلازما سيلز اللي هي هجمت الباراسايت وحاولت معاه واتخانقوا مع بعض فتحولت الى موريولا سيل اوف موت. موريولا سيلز دي اسمها ايه؟ ذا كاركترستيك اند باثوجنومونيك ساين ان سي اس اف. بتلاقي مورس اصلا سي اس اف مش مسموح يكون في خلايا ابدا،
لا ده انت الخلايا الوايت بلاد سيلز بيزيد عددها اكتر من 5 سيل بالهايبر فيلد. عارفين يعني ايه اتش بي اف دي؟ هايبر فيلد معروفه ديت للناس خلاص. ثم بعد كده ال تتجمع مع بعضها البلازما سيلز وتعمل موريولا سيلز اوف مور، ودي بتبقى باثوجنومونيك ساين. عيد قال عليها تمام، يبقى لازم تكون تمام. الله يسلمك الحمد لله. راح لو ياخد باله من المحاضره اصلا يتلاقي الامتحان طلع لوحده. ده كده بالنسبه للسيرولوجيكال دياجنوز عباره عن ايه؟ سيرم بيبدا من اليوم ال 12 من الانفكشن يظهر الانتي بوديز اللي موجوده في السيرم بتاع البيشنت دوت، والهايبراسيتيميا اند انجينيك فاريشن ديبريسز انتي بودي تيتش. يعني كل ما كان الهايبراسيتيميا يعني الباراسايت كميه الباراسايت بير ملي لتر بلاد عاليه، كميه باراسايتس كتيره موجوده في دم الانسان ده، كل ما كان الانتي بودي تيتش قليل. هنا التناسب طردي بقى، التناسب بينهم طردي سوري عكس يعني ايه؟ يعني لو لقيت الباراسايتس كميتها كبيره في البلاد هلاقي الانتي بودي قليل. اول ما الاقي الباراسايت الانتي بودي تيتش بدات تعلى خلاص كده الباراسايتس والباراسيتيميا تبدا تبقى لو خلاص كده. بس خلي بالك ان ده بيحصل في المينينجو انكفاليتيك فيز. الباراسيتيميا بتبقى بلو زي ديتكتابل ليفلز، والانتي باز بتبقى عاليه في السماء، انتي باز كتيره جدا، الايمون سيستم شغال حلو قوي، لكن هو خلاص بقى الباراسيتيميا بقت لو عشان هي ده داخل في الاندستيش. ده كده بالنسبه ل ثالث او رابع واحد بيأثر على السي ان اس. في ثاني بيأثر على السي ان اس بلازموديوم فالسيبرا لو بيسبب المالجننت مالاريا. لقيت الملاريا دوت اللي هو باراستولوجيكال دياجنوز بياخد بلاد فيلم سن او سيك بلاد فيلم. السن بلاد فيلم معروف ان هو بياخد كميه صغيره من البلاد بيظهر فيها السيلز واضحه والباراسايت واضح بتفاصيله كلها، انما الثيك بلاد فيلم بياخد كميه كبيره انما السيلز الباراسايت بتبقى مش واضحه قوي. نيجي بعد كده نتكلم على اللي هي الدياجنوستيك ستيجز اللي موجوده، بيبقى في رينج ستيج اند ماتيور جاميتوسايت ستيج. رينج ستيج اند جاميتوسايت هم اربع ستيجز، اثنين بس اللي بيظهروا في البريفرال بلاد في البلازموديوم فالسيبرا. اثنين بس اللي بيظهروا، يعني الكلام ده اكيد متاخد قبل كده بكتير جدا وكنا بنشرحه بتفاصيل وجامد جدا في الهيم اند ميون لانه خاص بالايه بالبلاد. بس المهم علينا يعني نتجاوز مرحله البلاد وخلينا مع تاثيره على السي ان اس. ده بيسبب سيربرال ملاريا، بيسبب سيربرال اديما وبيعمل مشاكل كتيره جدا، بس المصدر بتاعه جاي من البلاد. بعد ما يكون عمل انيميا وعمل هيموليتيك انيميا يبدا يخش على البرين ويعمل سيربرال ملاريا. طب لو جيت اعمل دياجنوزز هاخد ايه؟ اخد بلاد فيلم. اعمل منه تين اند سيك بلاد فيلم عشان تظهر الدياجنوستيك ستيجز اللي هم اثنين من الاربعه بتوع اللي بيلف في الدم اللي هم اسمهم جاميتوسايت اند رينج ستيج. الجاميتوسايت دي شكلها عامل ازاي؟ دي بتبقى بنانا شيب وليها سنترال نيوكليوس، ودي الريد بلاد سيل وده بيبقى جواها خلاص كده. وده اسمها رينج ستيج يعني خاتم، رينج يعني خاتم. ليه؟ عشان النيوكليوس بدل ما هي موجوده في السنتر لا موجوده عند البريفرال فبيبقى ليها رينج ستيج خلاص. احيانا بيبقى بدل ما هي نيوكلياس بيبقى تو نيوكلياي او تو كروماتين دوتس على البريفري بيسموها اكولي سايت. يبقى الاكولي سايت دي خاصه بالرينج ستيج بتاعه البلازموديوم فالسيبا. هي واضحه قوي هنا ادي تو دوتس هما دول الاكولي سايت تمام كده تمام. وادي الجاميت سايت هي دي ربشاره الريد بلاد سيل وظهرت لوحدها انما دي رينج ستيج. وده الـ 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 النوع الوحيد اللي هو في الملاريا اللي هو اربع انواع. ده النوع الوحيد اللي هو بلازموديوم فالسيبرام ده اللي بيصيب السي ان اس، النوع الوحيد اللي بيعمل سيربرال ملاريا، النوع الوحيد اللي يبقى فيه 1 مور ذان 1 باراسيتيك ستيج ان ذا ريد بلاد سيل. تمام يعني كل الريد بلاد سيل كفايه عليها قوي باراسايت واحد، لا ده هنا في احيانا بيبقى فيها تو باراسايت سوا. تمام كده. ده كده بالنسبه لبلازموديوم فالسيبرام. في حاجه اسمها اسكولي تيست بيسموه بروفوكاتيف تيست. ده علشان لو انت عملت تحليل وما لقيتش حاجه عند الراجل دوت وشك ان يكون عنده ملاريا او ابن خاله كان عنده ملاريا واتعدى منه مثلا او القريه كان فيها ملاريا واتعدى منه فانت مش لاقي حاجه بتروح عامل اسكولي تيست مديله نص سنتي ادرينالين مخفف نسبه 1 على 1000 تحت الجلد كده. الادرينالين ده دواء خطير جدا ده ما بيدوش غير لما العيان بيكون ارستد وحاجات كده رخمه قوي في الاي سي يو تمام كده. لا انت بتجيب بس نص سنتي وادرينالين مخفف كمان تحله تحت الجلد ده بيهيج الباراسايت وخليها كلها تطلع في البلاط تاخد عينه وقتها تلاقي الايه الباراسايت ظهر اللي هو بلازموديوم فالسيبرا. ده معناه بروفوكيتيف. بروفوكيتيف يعني يعمل له بروفوكيشن يستثير ان هو يطلع من البريفرال بلاط. سيرولوجيكال دايجنوزيس فديتكت الانتي بوديز بالايهات
والإفات أو بالإفات والإلايزا. أشهر حاجتين إفات أند إلايزا. إلايزا إنزيم لينكد إميونو سوربنت أسيل. إفات إميونو فلورس أنتي بادي تيست. دول عشان تدكت الأنتي باديز أجينست المناش. كلام جميل. حاجة اسمها رابيد تيست. رابيد تيست ده بيستخدموه في دول أفريقيا كده اللي عندها ملاريا كتير. أي حد معدي في الشارع كده راح يشكله زي اختبار السكر بالظبط كده. الله راح يشكله كده مش طب عندك ملاريا عادي خالص. يعني الاستودانيين دول بيقول لك إن الملاريا عندنا دي عاملة زي البرد زي الكومن كولد كده. عارف الكومن كولد اللي بيجي لك في الشتاء كتير جدا ده عشان التكييف في الجامع او التكييف بره الجامع او التكييف في البيت التكييف بره البيت هو برده عندهم ملاريا دي عندهم كان ايه ده انا جالي ملاريا اول امبارح عادي يعني خالص فده الرابيد تيست عملوه مخصوص عشان الراجل ده عادي او خالص خالص دول خلاص الرابيد تيست دوت برده بيعتمد على انه حاطين تيست كده في انتيجين وفي شكل شريط كده عامل زي الاختبار بتاع السكر بالظبط كده وروح حاطط عليه نقطه دم واحده الانتي بودز اللي في جسمك هتتفاعل مع الانتيجين يدي شرطه شرطتين هو ده معناها ان ايه ان ده بوزيتيف للايه الملاريا هو بروب يعني 100% تمام هذا لا 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 اهو العباره بتقول لك ايه بريفرال بلاد فيلم از ستيل ذا جولد ستاندرد فور دايجنوستس اوف بلازموديوم سبيشيز حلو مازال البريفرال بلاد اللي هو يعني اول عالم باراسيتولوجي في التاريخ اخترعه للملاريا انه يجيب عينه ويفرزها على دمه ويشوف بعينيه تحت الميكروسكوب بعد ما يكون سبخ ما زالت هي دي الاقدر على الجولد يعني الاقدر على ان هي تديتكت الملاريا احسن من البي سي ار كمان تمام كده او اكتر من البي سي ده كده بالنسبه للبلازموديوم فالسيفيوم هايدايتد سيست خدنا قبل كده الهايدايتد ديزيز ده مليون مره كل شويه يطلع لنا بالسيست بالثري لايرز اوف ذا وول بالسكوليس هم اهو اهي اهي يا سيدي نفس الصوره بتاعت كل مره فالهدايت ده ممكن ياثر على البرين بيمشي من الدوده الشرطيه بتاثر على البرين بتاعت الكلب دي اللعبه مع الكلاب خلاص وممكن يخش ده جالنا مره بكده سؤال باين في الامتحان ما جاش ولا مره خلاص بقى دوره جه بقى دايركت قلنا ما ينفعش تفتح السيست علشان خطيره ممكن تاذي المريض وتاخد عينه لا تشيلها كلها وتوديه عند بتاع الباثولوجي ويديك المنظر ده تقول له ده هنا هو كده بجيبها من جوه لبره كده اهو دي السكريسس دي السكريسس وده الخط الواحد ده اهو هو جيرمنال لاير والحته العريضه ديت هي نان سيلولار لامينيتد لاير ثم فايبرس لاير واللون المختلف ده التيشو اللي بتاخد منه طبعا ده التيشو بتاع برين خالص دي بتاعه الليفر بتاعه زمان برضه خلاص وده شكل السيسه طبعا فيها في اللي لسه موجوده في تيشو شكلها بيبقى بالمنظر ده طبعا الاحسن منها هي سيرولوجيكال دايجنوز الاندايركت دايجنوز ان انت تو ديتكت الانتي بودز اجينست هايدايتد ديزيز بافات او اهات او الايزا نفس الحاجات او ده اميونو الكتروفوريس ده كلام جميل خالص نيجي نتكلم بعد كده على حاجه جديده خالص علينا اسمها سبارجانم او دايفيلوبوثريم مانسوني دايفيلوبوثريم دي دوده شرطيه طولها بيوصل لغايه 10 متر من 3 ل 10 متر تمام كده في منها نوعين في واحد بيسيب الامعاء الدقيقه خلاص ما خدتهاش في الجراحه دي مش مشكله واحد تاني بيصيب المخ اللي بيصيب المخ ده بيبقى موجود في الامعاء الدقيقه بتاعه القطط والكلاب انما لو اذت الانسان بتاذيها عن طريق اليرقات بتاعتها ايوه اليرقات دي موجوده فين في السمك اللي بياكلوا السمك ني او مش مستوي كويس ايوه كل جنوب شرق اسيا كده ده بياكلوا السمك ده عامل مخلل زي المخلل كده جنب الاكل بيملحوه وياكلوه ني من غير ما يتسوى او ني من غير ما يتسوى ده ممكن ينقل الامراض من ضمن الامراض دي هو دايفيلوبوثريوم مانسوني او سبرجانم السبرجانم ده لما الدوده طولها 10 متر يبقى كده السبرجانم ده طوله 5 6 سم ولا حاجه ده بيبقى موجود في البرين بيصيب البرين يمشي مع الدم كده ويوصل للبرين فبيبقى الدايجنوز بتاعه من خلال سيرجيكال ريموفال اند ايدنتيفيكيشن اوف ذا ورم دي اللارفا بتاعتها اسميها بروسيركويد او بليروسيركويد مش مشكله بقى المهم يعني جالنا اللارفا بتاعه الدوده يعني دي مش الدوده كامله دي اللارفا بتاعه الدوده وبيبقى عن طريق السيرولوجيكال او بالام ار اي برضه بتظهر في البرين او عن طريق السيرولوجيكال دياجنوز ديتكت الانتي بودز اجنست في السيرم كلمتين مبسط جدا دكتور عم يبقى ده يعني حياتك الواقعيه لا لا خالص لا 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 صعب اولا اصلا دي بتشير يعني بتشير في اكل سمك السلمون سمك السلمون ده موجود في اماكن معينه قرب روسيا كده ايوه تمام كده ثانيا بيبقى نادرا لما حد يعمل العمله بتاعه ان ياكل السمك ني يعني لو انت سويت السمك خلاص ده بيموت ايوه او شويته كويس او ملحته كويس فاللي بياكل سمك ني ده مزاج بقى هات بقى بتاع المزاج ده احسن خلاص كده الاسبرجانم دوت او اسمه بليرو سيركويد يعني الاسم ده مهم يا جماعه بليرو سيركويد
ما علينا. البليروسيركويد او الاسبرجانم، خلينا مع الاسبرجانم ده، بيبقى رينكلت، يبقى متعرق كده وايدش ريبون شيب زي الشريط. هي اصلا الدوده اللي بتسببه دوده شريطيه طولها 10 متر، من 3 ل 10 متر، بيبقى حوالي يوصل لغايه 5 سنتي. ماشي، ده اللي بقى موجود فين؟ نقلنا بقى من السي ان اس الى الاي، لان الاسبرجانم ده مشترك في الاثنين، بيسبب سي ان اس انفكشن وسبب سي ان اس مشاكل في سي ان اس بقى والسيجرز وحاجات زي كده، وبرده بيصيب الاي. والانتستين دي مش نفس الدوده دي، الدوده دي اسمها ضيفيلوبوستريم مانسوني، الثانيه اسمها ضيفيلوبوستريم احنا قلنا دي مانسوني، يبقى الثانيه ليتم. ضيفيلوبوستريم ليتم، الليتم دي بتصيب الانتستين وتعمل بقى فيتامين بي 12 ديفيشنسي وحاجات كده ودايريه وانستينال مال ابسوربشن سيندروم وحاجات كده كتير. ما خدناش في الجي دي مش مشكله، احنا خدنا حاجات معانا في الجي دي خلاص. انما هنا ده تيشو ضيفيلوبوستريزيس، يعني حاجات بتصيب التيشوز زي ايه؟ زي سي ان اس وزي الاي. اللي في سي ان اس عمل سي ان اس انفكشن من شويه، عرفنا ده دياجنوزس ازاي. هنا بقى الاوكلر دي موجوده في الاي، بتعمل بالمنظر ده، وديت بتبقى بتطلعها كده من عين المريض بالمنظر ده. وبعد دي بتطلع الاسبرجانم ده اللي طوله زي ما قلنا يوصل لغايه 5 سم. الصوره كده وعدت يعني سريعه، بس يعني بص لها كويس، ممكن ربنا يسهل كده. والله اصل واحد ساعه الامتحان ده ما تعرفش بيحصل له، بينزل له عليه وحي ولا ايه، بيجيب حاجات غريبه كده. خلاص، فده كده الصوره بتاعه الاسبرجانوزس اللي موجوده في الاي. اونكو سيركا، اونكو سيركا دي نوع من انواع الفيلاريا. احنا خدنا انواع من الفيلاريا كده، كان في الوجوريا بالجروفتي خدناها في البول في اليورين. ايوه، عملت ايه؟ عملت الكايليوريا والالالا والليمفاتيك اوبستراكشن والحاجات بتاعت زمان دي، جت في الامتحان قبل كده دي. دي بقى اختها فيلاريا برضو، بس بتصيب الاي، اسمها اونكو سيركا فولجرس. اللي بيحصل فيها ايه؟ بيبقى نقول نبذه كده مختصره عنها، بنقلها نوع من انواع الذباب اللي بيلدغ ويمص دم الانسان، اسمها سيميوليوم او الذبابه السوداء. بتكتر كتير عند الانهار، يجي الواحد من دول يستحمى في النهر، يلعب في النهر، ياخد البيت ذوبه ويتمشى بيها شويه على النهر، يروح لادخه الذباب هو وذوبه، يجي لهم المرض ده. الدوده ديت بيبقى جواها المايكروفلاريا اللي هي الانفكتيف ستيج، بتمشي بقى وتروح في الدم، بس بمكانها في السكين وفي الار، اكتر مكان عندها هي السكين والار. في دايركت ميس، يعني ايه دايركت؟ يعني اخد عينه وبعينيا اشوف الباراسايت. فعند هنا دايركت دوت في ديمونستريشن مايكروفلاريا في السكين بايوبسي، يعني بيظهر بتعمل اورام جلديه، ابدا افتح الورم ده ممكن الاقي المايكروفلاريا او حتى الادلت وورم. حضرتك واقف اهو والورم في جسمه اهو، كل الحاجات دي اورام خلاص كده اهوت، وده كله ده فرح. شوف اللي بتسمع ازاي على وجهه، عايش حياه ما شاء الله عليك. فده كلها اورام موجوده، دي فيها الديدان اسمها اوكسيركا، يفتحوها وياخدوا منها او يشيلوها كلها وياخدوا منها الادلت وورم او المايكروفلاريا، ده سكين بايوبسي. او سيرجيكال اكزاميشن ده بالنسبه للنوديولز يعني بتاعت السكين. حاجه اسمها سليت لام، كلنا بنقعد على السليت لام ده، وخصوصا الناس اللي هم ضعاف البصر اللي بيعملوا نظاره ولا حاجه، بيكون الدكتور بيبقى احيانا بيشك مثلا ان في مشاكل عنده في الورا في الريتنا او في الكرويد او في اي مشاكل في الاي. خلاص، وانتوا بتاخدوا الاناتوم بتاع الاي في انهي برانش؟ الاسبوع الجاي واللي بعد تقريبا بعد اسبوع. ايه ده يعني مع البرانش بتاع سي ان اس ده؟ طب ده جميل، انا بحسب مديك وانا البراسات اوف سي اوف ذا اي دي حاجه زياده، ما استني ما تاخدوه مع الرمض ولا حاجه، لكن لا يعني لا مع سي ان اس اخدها بطل الغوف. في كورس بسنه رابع، كورس رابع سنه رابع ناخذ الاي بالتفصيل. طيب الحين احنا فعلا ايوه ماشي خلاص. ده كده بالنسبه للستيت لامب ده، بيبص فبيلاقي قدامه المايكروفلاريا بقى عماله تلعب في الاي بتاعه. الوحيده اللي المايكروفلاريا بتبدا تظهر في الاي هي الاوكسيركا دي، انما الوجرافيك كروفتي ما كانش بيظهر في الاي، هي كانت موجوده في الليمفاتكس والليمف نودز واللورز والالفانتيزس والحاجات دي. تمام، ده كده بالنسبه للستيت لامب وظهورها في الكوري. الاندايركت دياجنوزيس عارفينه كلنا، ان ديتكت الانتي بودز اجينست ذيس ايه ذيس باراسايت، معروف طبعا. عشان تعرف ديتكت اي انتي بودي في السيرم بتاع البشر لازم انت تكون حاطط حاجه من عندك، يعني زي بوزيتيف ونيجاتيف كده يتجمعوا مع بعض. انت لازم تحط انتيجين عشان تديكت الانتي بودي، او العكس لازم انت تحط انتي بودي عشان يبقى انت تحط حاجه وتستنى ذو حاجه. بس واحد يجي يقول لك ايه، هو ازاي الناس في المعامل كان ديتكت انتي بوديز بتاع شيت سوما ولا شوريا بنكروفتي ولا مجمعين كده ولا ازاي يعني ديتكت يعني يبص كده في الـ في الـ في الدم بتاع المريض او السيرم بتاع المريض الا انتي بوديز مترصصه بتقول له انا بتاع شيت سوما، لا انا بتاع شوريا ازاي؟ لا ما انت اصلا اللي بتحط الكاشف،
انت اللي بتحط الانتيجين بتاع ها عايز تديك ايه حسب ما الدكتور قايل لك اعمل لي تحليل انتيبادي اجينست توكسوبلازما عشان الست دي بتجد كل شويه طبعا لو جايب كده الانتيجين بتاع التوكسوبلازما نعرف وتروح حاطه على العينه بتاع البيشنت حصل تفاعل بينهم الانتيجين انتيبادي يبقى انت بوزيتيف يا ست انت عندك توكسوبلازما روح للدكتور يعالجه وهكذا فانت اللي بتحط الانتيجين عشان تديك الانتيبادي او العكس انت اللي بتحط الانتيبادي عشان تديك الايه الانتيجين مازوتي تيست او ده نوع من انواع البروفوكيشن برضه زي ما اسكولي تيست من شويه بيحصل في ايه في عقار اسمه دي اي سي داي ايسايل كاربامازين ده اللي بيعالج كل انواع الفلان الحمد لله رب العالمين خلاص كده في عقار جديد اسمه ايفرمكتين السنه اللي قبل اللي فاتت اخترعوا اثنين علماء صينيين وخدوا عليه جائزه نوبل وكانوا اثنين باراسيتولوجيست خدوا جائزه نوبل عشان اخترعوا عقار جديد لعلاج الفلان بس اللي هو الناس كلها عارفاه هو الدي اي سي ده خلاص كده فالدي اي سي دوت بتدي منه للمريض 50 ل 100 ملي جرام قول خد القرص ده او القرص 50 خد القرصين دول تلاقي بدا بقى يظهر على جسمه رياكشن جامد جدا وحساسيه واحمرار ليه لانه عنده انفيكشن بالانكوسير لو ما عندوش لا خلاص ما يحصلوش اي حاجه طب وانت ان شاء الله تعرض المريض للرياكشن ده عشان تقول اه ده عنده اهو المفروض مات فيها قال لي خلاص خليها بطريقه اسهل من كده خليها حاجه لوكال بقى في صوره مرهم اوينتمنت خلاص بزوت تيست بيسموها ايه او التمنت بزوت بيسموه دي اي سي باتش تيست ده اي سالكر باتش تيست عباره عن مرهم كده على باتش تلزقها بس على جلد المريض فبالتالي يظهر الاحمرار او الالتهاب في مكان معين يبقى برضو يقول لك ان في هنا المريض ده مصاب بالدوده اللي اسمها الانكوسيركا فولفولاس او الانكوسيركا ده كده المازوت تيست اللي ضاري دياجنوز دي طبعا اللي هي العينه بعد ما عملوها الناس بتوع الباثولوجي من النوديول بتاعت الاخ ده خدوا من النوديول وبدا يظهر فيها ديدان هي جوه الكبيره ديت كلها كده اهو ديت عباره عن دوده بلغه ومايكروفلاج ده كده بالنسبه للديدان اللي موجوده جوه النوديول دي المايكروفلاريا في السكين بايوبسي او الكورنيال سكرابنج تظهر صوره ايه المايكروفلاريا بيبقى بالمنظر دوت خلاص كل الالوان الغامقه دي اسمها نيوكلياي يعني ايه نيوكلياي اللي هتبقى بعد كده الفيوتشر اورجانز هيطلع منها المريء يطلع منها الجونات يطلع منها الفيميل جينز سيستم الميل جينز سيستم الانتستين الكلام ده كله انما دي لسه صغيره مايكروفلاريا خلاص بيبقى ليها هيد وتيل ادي الهيد وادي التيل بس ملهاش شيز فاكرين الشيز بتاع لا دي ملهاش خلاص كده والتيل بتاعها بيبقى فري اوف نيوكليوي دي برضه علامه مميزه احيانا التيل بيبقى مليان بالنيوكليوي او التيل فري اوف نيوكليوي يبقى علامه مهمه جدا المايكروفلاريا هنا unsheathed 308 مايكرون خلاص يبقى ليها تيل فري اوف نيوكليون دول اهم حاجات اوقف يا lower يبقى لو الانكسار كان متأثر على الاي انذر فلاريا اسمها lower دي بتسيب الاي بالمنظر ده خلاص ودي الاذر دور بتاعتها المايكروفلاريا بتاعتها موجوده في الدم وادي لولا وادي وده بقى في الامتحان الشفوي زمان كده لما كان عندنا شفوي قبل ما اخترعوا نظام البي بي ال ده كان بيجي لك بقى طالب اهو يقول لك هم بقه درر بيلقي عليك زباله اولا ده عمره ما حضر محاضره يقول لك اسمها لولا يقول لك مش عارف اسمها لونكسيركا يقول لك اسمها انشيره سي اتش يعني مش لونكسيركا لا انشيرشا اي حاجه وخلاص كده بتعرف ان هو ما حضرش تروح مديله واحد او اثنين لو نطق اسمه من 10 لما ما نطقش اسمه ياخد الصفر ده كده اهم شيء ان عارفها ايه عارفها مو لازم نقولها يمكن لا بس انت ما حضرتش محاضره فانت معناها جبت انت والكتاب وقعدت تقرا كده شويه مع بعض ما حدش شرح لك حاجه ما حاولتش تفهم ف الطب مش بدراسه مش منزلي ابدا عمر ما الطب كان دراسه زي الناس اللي هم بيدرسوا حاجه اسمها دراسه انتساب يعني انتساب بتاع تجاره بتاع مش عارف ايه يقعد يذاكر محاسبه وحاجات زي كده انتساب من البيت ويروح بعد كده يمتحن لكن الطب ما فيهوش انتساب الطب لازم يعني حد ينقل لك خبرته ده كده بالنسبه للولو ودي بتصيب العين شفناها في العين من شويه انما لما اجي اعملها ديتكشن او دياجنوستس بدايركت دياجنوستس باراستولوجيكال دياجنوستس يعني اخد عين الدم امتى باي ذا داي تايم بالنهار المايكروفلاريا موجوده بالنهار فاكرين الروشورا بن كروفتي كان اللي موجوده بالليل من 10 ل 2 صباحا لازم بس فقط الوقت ده عشان اعرف اجيب المايكروفلاريا هنا لا من 8 صباحا ل 8 مساء مش موجوده بالليل هي اللايف سايكل بتاعتها كده اهو الدوده ما بتبداش تولد المايكروفلاريا بتاعتها غير بالنهار المود المود بتاعها ظهر بالنهار
بعد كده بالنسبه لل دي بتبقى معروفه ان هي ليها شيس خلاص كده. الثانيه ما كانش ليها شيس، دي ليها شيس لوز شيس، والتيل بتاعها فيه نيوكليون. حابين نطلع الشيس اللي هو دي. اولا فين الانتيرو اند من التيل؟ دايما الانتيرو اند بتبقى بلانت، ايوه دايما التيل بتبقى بوينتد. فين الشيس هنا هو؟ لو حد واخد باله من الخيال ده كده، هو ده الشيس. ايه تمام كده. اللي هو هنا بقى جبت صوره ثانيه اوضح بكتير. دي شيس، دي اخر البلانت اهي، اخر جسم المايكروفلاريا، ودي الشيس. يبقى دي الشيس. والتيل بتاعه اهو اللي هو لف حوالين نفسه ده فول اوف نيوكليون، يبقى عكس الاوكسيرك. الاوكسيرك ما كانش ليها شيس، دي ليها شيس. التيل بتاع الاوكسيرك كان فري اوف نيوكليون، ديت فول اوف نيوكليون. خلاص كده لغايه اخر جزء، لغايه اخر جزء النيوكليون موجود. يبقى ده كده اللي هي برضو حوالي 250 في 8 مايكرون وليها شيس. بس اخر شريحه ايه؟ يا الله بيصير. يبقى اللي فات ده كله كان ديدان. هنخش في علم جديد علينا عمرنا ما سمعنا عنه قبل كده، اسمه علم الانتومولوجي او علم الحشرات. حشرات وعلاقتها بالانسان. يعني هي الناموسه بتقرصني؟ لا، ده في حشرات لسه قايلين من شويه بتنقل امراض الانسان، زي الانكسيركا عن نهر، وزي اللولوما. اللولوما برضه بتنقل عن طريق ذبابه والتيسي تيسي. خلاص كده. ايدس ايجيبتاي بتنقل ريفت فالي فيفر، مش فالي فيفر، ريفت فالي فيفر. بعد الدوم. خلاص كده. فده كده بالنسبه لايه الحشرات. هنا بقى ديت حشرات بتصيب الانسان بشكل مباشر، مش بتنقل له مرض، لا ده بتصيب بشكل مباشر. ازاي؟ في الذباب بيسبب مرض اسمه المايزيس. انت بتحل عليها ولا بيسبب مرض الانسان اسمه المايزيس. واحد يجي يسال هو ازاي الجثه في المقابر بتدود؟ الدود ده بيجي منين؟ واحد يسال تاني انا حطيت حته حلاوه كده ركنتها بتاع يعني اربع خمس سنين وجيت اكلها بعد كده لقيتها مدوده. ازاي ده؟ ده لسه دوبك بدأنا. واحد مثلا لو تعرفوا الجبنه القديمه اللي هي المش، حد معروف؟ معروف والله؟ موجود هنا في السعوديه؟ بجد والله موجود الناس موجوده بس ما حدش بيشوف. ايه يبيعونها والله. بتشوفوا الدود فيه؟ مش مش ده؟ وش ومش بقى. شفت الراجل بقى الفاهم اللي عارف بقى الاساس. لو من غير دود ما يبقى مش نافع. ايه اللي حصل؟ الديدان دي كلها وصلت للاكل وللجثث والحاجات دي ازاي؟ بالحشرات، عن طريق الذباب. الذباب اللي بيطير حوالينا ده اللي هو الفلايز. طيب بتقفلها بغطا بتولد او بتضع بويضه، البويضه دي تفقس يطلع من جواها لارفا. اللارفا دي في شكل دوده. ففي ذبابه تحب او اللارفا هي عارفه بنتها بتحب انهي وسط. عارفه بنتها بتحب الوسط اللي فيه ملوحه عاليه، يعني نسبه ملح عاليه. تروح رايح على فوهه بتاعت المش دي والديدان، وتروح حاطه البويضات. اول ما يجي حد يرفع الغطا عشان يطمن يشوف الديدان الجبنه استوت ولا لسه، يشوف الجبنه استوت ولا لسه، ما هوش واخد باله ده الايج بتبقى صغيره قوي البويضه يعني. فتروح البويضه واقعه، روح قافل بسرعه عشان اصل لك مش عارف الديدان ده بيجي منين مش عارف الدود ده بيجي ازاي. يجي مثلا يقول لك طب المقابر الجثه اهي ودفننا تحت التراب، ازاي الدود وصل لها؟ بيقول لك الذبابه اسمها الذبابه الزرقاء، هي اللي بتحط البويضات بتاعتها في المقابر لانها عارفه ان بنتها اللارفا بتحب الجثث. وجدوا وجدوا ان اللارفا او الدوده بتاعه الذبابه الزرقاء تقدر تشم ريحه الجثه وتوصل لها على بعد 10 متر عن سطح 10 متر عن سطح الارض. يعني لو حفرت تحفر الارض، لو حفرت وحطيت جثه على 10 متر عشان ما تدودش هيوصل لها الدوده. يستخدمونها مخابرات هذه البني ادم ده معاك والله مسلح. لا مسلح تحفره ازاي؟ لا مسلح ما تحفرش في المسلح. لا هي دوده كائن حي. اللي بيسبوه اللي بيسبوه عندك جثه. تجربه تجربه تشوف هو لا مسلح ازاي هتحفر الدوده؟ هي الدوده بتحفر بنفسها لغايه ما توصل للجثه. شم ريحه ريحه عجباها تروح بقى تقعد تاكل بالتراب بس تكسر. في بقى احياء غير الجثث، احياء بيدودوا وهم عايشين. يا ليه ربنا يكرمك تبقى دكتور جراحه وبتعالج القدم السكري. ايوه وتروح المستشفى كده اهو تقول للعم اسمه ايه؟ افتح يا عم اسمه ايه رجلك المعفنه دي اللي بقالك 40 سنه ما غيرتش عليها. تيجي تفتح هو بقى حاطط له بقى حته بتاع كده من بره الام يعني حاميها من البتاع، وبيمشي بيها بيمشي بيها في الطين وفي التراب وفي كل حته وما غيرش الرباط ده بقاله 20 سنه. تفتح ده رجلي مدوده.
حصل ايه؟ حصل ان الذباب وقف عليها وحط البويضات بتاعتها، وهو حتى ما بيغيرش البيتادين ولا بيعمل حاجه، فبتلاقي ده في الدايبيتك فول، وخصوصا الدايبيتك، لان الدايبيتك ده صعب جدا انه يتعالج. بريفرال نيوروباثي بتنتهي بالامبوتيشن اصلا. في ناس بقى عينيها بتدود بيبقى جاي بقى من كتر ما بقى له 30 40 سنه ما غسلش عينه، فيروح جاي الاكس بتاعت ال الفلاي بتيجي عند العين، واقفه بقى الذبابه على عين المريض ده، وحط الاكس ويطلع منها اللارفا، تقدر تخترق في الانسجه بتاعه العين. يجي بص على جاي عينه محمره بالمنظر ده وارمه كده شويه، يروح الدكتور جاي فاتح حاله، فاتح له جفت المنظر ده، ومطلع له لارفا بتاعه ديرماتوبيا هوملس. ديرماتوبيا دي اسم الحشره او الذبابه، اللارفا بتاعتها برضو ديرماتوبيا. ديرماتوبيا دي بتبقى موجوده بالمنظر ده في طول حوالي 2.4 من 10 سم، وده بيبقى اسمه اوكولار مايزيس. يعني والله هديه تجيبها لنا. اوكي سهله جدا، هي يعني واضحه جدا، هي واضحه هذه هديه تجيبها لنا اكيد. اقول لك اوصف لي مثلا اللاربه دي، يقول لك شكلها عامل ازاي. بيبقى فلاسك شيب، فلاسك يعني عامله زي القاروره كده، فلاسك شيب، وبيبقى ليها اورال هوكس عند الفم بتاعها، خلاص اورال هوكس، وبيبقى شكلها دارك براون، والكيوتكل بتاعها او السكين بتاعها بيبقى برافو. بالتوفيق يا شباب، ما كملناش غير ساعة بس يا شباب بالضبط. وبعدين الشريحة